علاش هاد الناس كاملين سقطوا؟ واش هاد الناس هادو ما عارفينش ما حافظينش الكود؟ واش ما عمرهم قراو؟ فين كاين الخلل؟ واش في المرشحين ولا في مؤسسة التعليم السياقة أو في امتحان النظري ديال رخصة السياقة؟ هادشي اللي غادي نعرفو ان شاء الله في هاد الفيديو هذا باش نوضحوا شي امور اللي غالطين فيها الناس بزاف، وكذلك باش نطمئنوا الناس حيت كثرات الهضره بزاف ولا كلشي باغي يلعب على الترند. انا نوضحوا غير شي امور اللي خاص كلشي يعرفها. معكم منير الشناوي، صانع محتوى خاص بتعليم المبادئ الاساسيه للسياقه والتربيه على السلامه الطرقيه. السبب الاول في هذه النسبه الكبيره ديال الرسوب في امتحان رخصه السياقه هو الناس دابا كاين اللي ما معولش كاع على الامتحان انه غادي يتبدل، كاين اللي جاي مثلا غير حافظ الاسئله يعني ما فاهمش قواعد السير. كانوا بزاف الناس كيعتمدوا على هذه المساله، هذه كيعتمدوا على الامتحان المسرب وكيحفظ الاسئله ومن كيمشي كيجيب 40 رغم انه هو ما فاهمش قواعد السير مزيان. ما غاديش نقولوا حنا بان دوك الاسئله في المتناول، انا هذا الشيء غنتكلموا عليه ان شاء الله. حنا جايين في الطريق، ملي كيكون شي تغيير داك النهار الاول ضروري كيكون الانسان مرتبك، ما كيبقاش عنده حتى داك التركيز للامتحان، كيسمع بان راه الامتحان تبدل، سيرتو اللي كيبان لي خارج ساقط كيقول حتى انا راه غادي نسقط، صافي ما كيبقاش مركز مع الامتحان بصفه نهائيه. هذا غير عامل من العوامل، لان كاين بزاف العوامل غنهضروا عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. حنا علاش غادي نهضروا على هذه العوامل كامله اللي تسببات في رصوب ديال المواطنين باش ما يتعاودش هذا الغلط هذا وباش نستافدوا من الاخطاء ديالنا. العامل الثاني هو ان كان واحد الخلل، وهذا باعتراف وزير النقل، كان هناك خلل في النظام، داكشي علاش دوك الناس كاملين رسبوا، وكذلك على لسان وزير النقل بان هاد الناس اللي دوزوا كاملين نهار اثنين غادي يتعاود لهم الامتحان وما غاديش يتعتبروا بانهم راسبين. الناس اللي دوزوا الامتحان هذاك اليوم اثنين بانه راه غادي تعطاهم الفرصه باش يعاود يدوزوا الامتحان بلا ما يتحسب لهم هذاك النهار، لانه يوم الاثنين كانت اول مره استعمال ديال البنك، وقمنا بالتحليل ديال الاجوبه وفهمنا منين جاي الخلل وصلحناه، ولا غد ليه النسبه ديال النجاح طلعت ل 35%، بارح وصلنا ل 40%. كل نهار تنديروا التقييم، الوكالات تعمل التقييم، واليوم في الغالب غادي نوصلوا ل 55%، من هنا لاخر الاسبوع غادي نوصلوا للنتيجه ديال النجاح المعتاد. يعني غير وجدوا راسكم هذه السيمانه هذه ان شاء الله، بريباريو مزيان وركزوا مزيان واعتمدوا على القواعد ديال السير، واهم حاجه هو المخالفات، حفظوا المخالفات مزيان. علاش؟ لان فاش غيطرحوا لك مثلا غير جوج اسئله ديال المخالفات راه غتجاوب عليهم صحيح، انت ضمنتي واحد جوج نقاط. الا ركزتي على المخالفات مزيان ان شاء الله غادي يكون المعدل ان شاء الله طالع. كانوا بعض الاسئله الصيغه ديالهم اللي هي صعيبه، والسؤال ماشي صعيب ولكن الطريقه باش مطروح يعني ما مفهوماش للكل. يعني هنا في هذه الحاله هذه خاص الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دير بعين الاعتبار واحد الفئة من المجتمع، هما دوك الناس اللي كيكونوا مقارنش. دابا هاد الناس هادو يعني راه ما يمكنش نقصيوهم حنا من رخصة السياقة، خاصنا ندير واحد الأسلوب أو ديال طرح الأسئلة اللي مفهومة اللي يقدر أي واحد يعرفهم. حنا الأهم عندنا حنا من المرشح ماشي يكون قاري ولا ما قاريش ولا يكون عنده واحد المستوى أكاديمي، حنا الأهم ديال المرشح كيف ما بغى يكون أنه يكون ملم بقواعد السير والأمور ديال السلامة الطرقية. حتى قانون السير راه نظام عالمي بحال قلت شي واحد اللغة اللي هي عالمية. تصريح ديال السيد ناصر بولجول الرئيس ديال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هو اللي أكد هذا الكلام اللي قلت لك. اليوم كاين هناك الاستعادة والرجوع إلى الحالة الطبيعية يوم بعد يوم، بحيث أن الوكالة تقوم حاليا من بعد كل يوم يعني اجراء الامتحان نقوم بتحليل المعطيات، تحليل الاسئله حسب المحاور حسب النوعيه ديال الاسئله، ويتم التعامل معها ان كان هناك بعض الاسئله ربما التي تطرح اشكال فيتم التعامل معها واعاده صياغتها حتى تكون يعني اكثر وضوحا، ولكن هناك واحد التتبع على اساس انه باش نرجعوا للحاله الطبيعيه، وهذا ما ما ما, ما معمول به يعني في العديد ديال الدول المتقدمه، انه ملي كيجي واحد النظام يعني كتكون هذيك داك الهبوط الحاد ديال النسبه ديال النجاح، ولكني كتتم الاستعاده التدريجيه ديال النسبه ديال النجاح الى ان تصل الى المستويات المقبوله. كاين امور اللي هي الحمد لله كتبشر بالخير، بدينا كنشوفوا بان نسبه النجاح بدات كترجع يعني بالتدريج كيف ما صرح السيد وزير النقل وكذلك السيد ناصر بولعجول، وذلك بسبب كيف ما قلنا بداو كيصلحوا مكامن الخلل. وبالنسبه لدوك الاسئله اللي كنشوفوا في فيسبوك راه ما كاينينش في الواقع، كيجي واحد كيقول لك هذا السؤال راه كاين في الامتحان،
كيهضر على الخمر حقه بيره ولا الشراب اللي كيسكر كثر. هذا الشيء راه غير منطقي وما كاينش، لان اول حاجه راه ممنوع اي واحد دخل يدوز الامتحان، راه ممنوع انه يجبد التليفون ويصور شي سؤال من الاسئله، لان داك الشيء يقدر يعرضه للمساءله القانونيه. يعني هذوك الاسئله راه غير فوتوشوب، ما تثقوش في دوك الاسئله اللي كتشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي، لان غير حقيقيه. داك الشيء غير كيخلي بنادم يزيد يتخلع كثار، وكاين اللي مثلا كيبقاش باغي يدوز كاع البيرمي كاع بصفه نهائيه. الاسئله كلها اللي تمت الاشاره اليها راه كانت موضوع البلاغ اللي شرتي لي الاستاذ سناء، واللي كان كذبوا فيه جملة وتفصيلة مثل هذه الأسئلة، واللي كما قلتي هي من نسج خيال يعني الرواد أو بعض يعني الأشخاص في الشبكات ديال التواصل الاجتماعي. فالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي مؤسسة عمومية وهي إدارة عمومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بأن تضع مثل هذه الأسئلة، لأنه لدينا مسؤولية في اختيار الألفاظ وفي اختيار الكلمات. نذكر فقط أنه نتكلم عن واحد القطاع اللي هو قانوني ومؤطر بشكل قانوني، وكل المصطلحات هي مضبوطة بشكل قانوني. نعم. إذا تؤكدون أن هذه الأسئلة ما كيناش؟ كل شيء غيكون إن شاء الله في المتناول، ولكن داك الشيء غير كيبغي شوية الوقت والصبر، ولكل مجتهد نصيب. المهم دابا راه نسبة النجاح راه غادا يعني بدات كترجع تدريجيا للطبيعة ديالها. دوزوا عندي أنا ناس الحمد لله، وفقكم الله تعالى ونجحوا في الكود. كانت عندي نيت واحد المرشحة وكانت نجحات نهار 2، كانت جابت 32. بعد الناس اللي دوزوا قبل 3 ولا 4 واليوم عاوتاني، كانت نسبة النجاح غادو كتزاد. انت خصك غير تاخذ وقتك في السؤال، فهم السؤال، اهم حاجة هو تفهم السؤال، لان فهم السؤال هو نصف الجواب. الله يوفق الجميع ورمضان مبارك سعيد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفت عند أهمية هذا المشروع، لا يمكن أن يجادل أي شخص في أهمية هذا المشروع وهذه الصيغة الجديدة في الامتحانات، 1000 سؤال بدل 600 سؤال. لكن واش مدارس تعلم السياقة مؤهلة وعندها هذا البنك ديال المعلومات؟ المدارس يعني الاختلاف الهام الموجود حاليا هو انه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وقبل ان تشرع في تنزيل هذا البنك ديال الأسئلة، قامت بإعداد واحد المنصة في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين. هذه المنصة هي بيرمينو، اللي جات يعني اللي جات في التقرير اللي يعني التمرير ديالو، اللي كتمكن المترشحين وكتمكن كذلك مؤسسة تعليم السياقة بالتأطير الدورات التكوينية بشكل صحيح. الاختلاف اللي كاين هو أنه ماشي نفس الأسئلة اللي كاينة في بنك الأسئلة هي الأسئلة اللي غادي يلقاو يعني في أثناء المرحلة ديال التكوين، ولكن شكراً. يتم التكوين بشكل عام، هناك كذلك أسئلة مشابهة، وبالتالي الكل كذلك النتائج التي توفرنا عليها. شكرا لكم. وأنه كل الناس اللي مشاو للبيرمينو وخضعوا للتكوين بشكل جيد راهم نجحوا بدون أي عائق. شكرا.